بنشوف الآن مقدمة هذا الشوط وبنسير مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المركز الأول صوغان لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر علي بن سالم المسافري. المركز الثاني الطايل في المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد النهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثالث للطام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع في هذه اللحظات الوحش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بالضبيعة الاجتبي. وفي المركز الخامس إشهاب بالمركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السادس الفايز في المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز نشوف المركز السابع محبوب ويحب حباه للمنافسة والمراكز المتقدمة، محبوب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز نشوف المركز الثامن رشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز التاسع مدلل لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة المكتوم بقيادة المضمر نواب بن نوح البلوشي. وركز يا ابو نوح. المركز العاشر صوغان في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. هذه النتيجة للمراكز العشر الأوائل. وبنسير وياكم أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، ومن بعد أرى شعار هجن العاصفة أظني على ظهر إشهاب يتصدر قائمة هذا الشوط وينفرد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام، يبى السوبر الهاتريك على هجن العاصفة ها هو إشهاب. عملية تضمير والتدريب ترجع للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. صوغان في المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر علي بن سالم المسافري. لكن هنا التغيير، لطام بدأ يلطم المركز الثاني في هذه اللحظات. لطام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثالث الوحش في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن محمد بالضبيعة الاجتبي. وفي المركز الرابع صوغان لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر علي بن سالم المسافري. وفي المركز الخامس الفايز في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس نشوف وناخذ اللي في المركز الطايل في المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. وفي المركز السابع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. المركز الثامن محبوب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز العاشر مدلل لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة آل مكتوم بقيادة المضمر نواب بن نوح البلوشي. هذه النتيجة. يا سلام، محرك يا نواب يا بن نوح يا البلوشي، حرك 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 الجماعة، راحوا
الجماعة راحوا وبنرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء إلى شهاب. شهاب منفرد انفراد كامل، انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا شهاب على هذا الأداء، على هذا الأداء الجميل الذي قدمه على أرضية هذا الميدان وفي هذا المساء. ها هو شهاب من هجن العاصفة، ها هو شهاب تشاهدونه على شاشة التلفزيون يبس سوبر الهاتريك لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، يراغب ويتابع شهاب بالعين المجردة. الجهاز مبند، الرموت الكنترول مبند، والآلي محنط، على العموم هو دائما محنط، بس عندما تفتح الأجهزة ولا السماعات يتحرك هذا الآلي الركبي الآلي. يا سلام يا سلام على شهاب وعلى هذا الأداء الجميل الذي قدمه في هذا المساء. الرقص المسائي من شهاب على أرضية هذا الميدان وفي طريقه للنقطة الرابعة للسوبر الهاتريك لهجن العاصفة، وهو من إمبراطورية هجن العاصفة الذي دائما تمتعنا بأحسن السلالات وأحسن السباق دائما نشاهدها نحن والمشاهدين الأعزاء اللي يتابعون هذه الرياضة دائما على قنوات التلفزيون. ها هو شهاب تشاهدونه على شاشة التلفزيون يلحن ويرقص على مدرج رقم 1 ويقلع، يقلع على مدرج رقم 1، وبدينا نحزم الآن، نشد الأربطة وبنطير مع شهاب إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية. ألف ألف ما شاء الله على هذا الأداء وعلى هذا الرقص المسائي الذي يقدمه شهاب. حبات الرمال تتراقص تحت أقدام شهاب على هذا الأداء الجميل الذي يقدمه. يا سلام يا شهاب على هذا الأداء، على هذه العروض الطيبة الذي أمتعتنا بها وأمتعت مشاهدينا اللي يتابعونا عبر قناة دبي ريسنج أينما كانوا يشاهدون هذه القناة، يستمتعون بهذا العرض، العرض الجميل الذي قدمه شهاب. تهانينا السوبر الهاتريك، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا أيضا للمرة الرابعة والسوبر الهاتريك أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سلام سلام عليك يا الواثق على هذا الأداء الجميل الذي قدمنا هجن العاصفة. المركز الثاني، وقف يا ابو سلطان، خلنا نشوف المركز الثاني. المركز الثاني للطام، للطام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الوحش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع محبوب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني من مخرجنا ابو عدنان، دائما يبدع في الاخراج وفي المتابعة هذا السباق. نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول شهاب إلى خط النهاية قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدر 8 دقائق 2:04 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع.